كلها مباراة مباراة بالسيناريو ديالها، يعني أنه النتيجة اللي تدير في الذهاب هي تعطيك واحد كيما كنقول واحد الستارت واحد المباراة الثانية، يعني المباراة الثانية خاصك تتأقلم فيها. نقول لك حنا بجوج زيرو هذا صافي تجيب باك وتستي، ولو كونتخي حتى هو إلا ما ديرش شي نتيجة ولا هذا سي دو ماتش، هادو دو ماتش سيرتو لادفيرسير اللي غادي يلعبوا معاه سي ديفيرون على لي زادفيرسير اللي لعبنا معاهم. سي ان ادفيرسير تيلعب كرة انا كنظن انه غادي يكونوا حنا بغينا نلعبوا الكرة، كنظن انه غادي يكونوا مباراتين اللي مفتوحين بجوج. الا انه انا متفق معك هنا في البلاد ديالنا في الجمهور ديالنا غتحاول ما امكن باش دير واحد النتيجة اللي تقدر تخدم لك المصالح ديالك في جنوب. هادشي واعيين بهادشي انت، الا انا كمسؤول اول تنجري السيتوياسيون كيفاش دايره. بغيت كما قلت لك النتيجه والاداء، ولكن في شي دي مومون سو رياليست درتها في الكاليفيكاسيون تاع الشامبيونز ليغ، ودات نديرو حتى دابا ونجري لو ماتش صافي بوان حساب الماتش كيف داير. اهم حاجه هو انه هذاك الشيء يكون باراليل كما تنقولوا غاديين. حنا الهدف ديالنا هو تكون النتيجه والاداء، احنا غاديين فيها الحمد لله النتيجه دابا مزيان، نحاولوا ما امكن نجيستيفيوها ونحاولوا نديروا كما تنقولوا البريمير بوان ديرو ان شاء الله حتى هنا يعني في البلاد ديالنا.